نشأة الكلية. صدر قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كلية رياض الأطفال بجامعة المنصورة رقم 324 لسنة 2007 ومقرها شارع الجمهورية بالمنصورة. انتقلت الكلية إلى مقرها الحالي بامتداد شارع أحمد ماهر سنة 2016. في عام 2019 صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 2356 بتعديل مسمى الكلية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة. الأقسام العلمية: قسم العلوم النفسية، قسم العلوم الأساسية، قسم مناهج وطرق تعليم الطفل، قسم أصول تربية الطفل. وتضم الكلية نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس بدرجاتهم العلمية المختلفة. نظام الدراسة: نظام الدراسة المتبع في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي الواحد. البرامج النوعية بالكلية: برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، برنامج إعداد معلمات الأنشطة المتكاملة بنظام منتسوري، وهو البرنامج الأوحد على مستوى جمهورية مصر العربية والوطن العربي. معمل الحاسب الآلي: ويحتوي على 80 جهاز حاسب لتعليم طالبات الكلية في كافة البرامج، كما يتم استخدامه في الامتحانات الإلكترونية بالكلية. معمل علم النفس: ويخدم جميع طالبات الكلية في جميع البرامج، وقد تم تزويده بالعديد من المقاييس المتطورة. معمل برايل: وفيه يتم تدريب الطالبات على طريقة برايل في تعليم المكفوفين وضعاف البصر. معمل منتسوري: حيث يتم تجهيز المعمل بجميع أدوات منتسوري لتدريب الطالبة عليها وابتكار أدوات مشابهة لها بخامات البيئة.
معمل العرائس ويخدم جميع برامج الكلية، ويتم فيه تدريب الطالبة على إعداد وتصميم العرائس بأنواعها المختلفة. معمل الموسيقى، وقد تم تزويده بالعديد من الأدوات الموسيقية لتعليم الطالبات بالبرنامج العام والبرامج النوعية. معمل المهارات اليدوية والفنية، ويخدم جميع برامج الكلية حيث يتم تدريب الطالبات فيه على المهارات اليدوية والفنية اللازمة لإعداد الوسائل التعليمية المختلفة.